روايات مروعة يرويها المعتقلون في سجون الاحتلال والذين أفرج عنهم بعد أشهر من الاعتقال، روايات تؤكد إجرام الاحتلال. قاعدين في مدرسة الفلوج، مدرسة فلسطين، ما يقارب قعدنا شهرين إلى 10 أيام، لحد ما دخلت الدبابة جرفت سور المدرسة من جانبنا ودخلت على مدرستنا، ونزلوا اليهود طلعوا الرجال كلهم جمعوهم على شقة. حينما طلعوا الرجال صفوهم على دبابة كل 5 أشخاص مع بعض ونصبوا كاميرا. من حد ماذا زعق علي قال لي اطلع ورا الدبابة. طلعت ورا الدبابة، من هان مسكونا جنود اثنين طبوا فينا ضرب بالدبش بتاع البواريد بالبواريد اللي معاهم، وربطوا عينينا وكلبشوا ايدينا. هذيك حملونا في شاحنات وودونا على موقع زكيم العسكري. في موقع زكيم العسكري شلحونا اواعينا وقعدونا على شط البحر ما يقارب يوم ونص. خذونا جوا الموقع وكانوا طبوا فينا ضرب وتحقيق. كانوا يوجهونا اتهامات انه اشتراك في 7 اكتوبر وانت حماس وبالاشي هذا. واعدموا ناس هناك، كنا نسمع صوت اطلاق نار ميداني في داخل الموقع. بعد هيك حطونا في وزعونا في كمان غرفة بطون، وكل ساعة كان يدخل علينا 3-4 جنود يطبوا فينا ضرب ويطلعوا، وكانوا معاهم جهاز بسماعة هذا مشغلينه تهديد بالقتل، وهم كانوا يقولون مصيركم الموت، يعني انتوا خلاص مصيركم الموت. في ماتوا 2 عندي في نفس المردوان، لدرجة انهم مسكوا ناس كانوا يحملوا ناس اللي ما يقدروا فيهم بلاتين، يحملوهم من البلاتين الخارجي، لأن مرضى السكري في المردوان نفسه حوالي 20 مريض، كانوا يدقوهم كل ال20 بسرنج واحدة أنسولين. ما كناش متوقعين نروح أصلا من كثر العذاب اللي كنا نشوفه وكثر الوحشية اللي هم كانوا فيها. طبعا هذا الكلام مش ممكن ينتسى، وأنا لليوم يعني الحين لما أنا بكون قاعد بفكر في الشباب اللي ضايلين هناك، بدعي لهم الله يرحمهم ويتلطف بهم وبحالهم الموجود هالوقت.